سلام بنات، ومرحبا بكم في قناتي قناتي وقناتكم البساطة مع سلمى. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانية؟ كنبغي اليوم بغيت نشارك معكم روتيني. يعني انا يلاه بديت، يعني يلاه دخلت الكوزينة، رديت غير واحد شوية تقلية هكا تطلق. نبداو ان شاء الله على بركة الله. كيفما شفتو عندي واحد 400 غرام ديال الفورص و 120 غرام تاع الفينو. بالنسبة للعجينة دابا نشارك معكم الباكبور. كيفما قلت لكم هنا عندي 400 غرام تاع الفورص و 120 غرام تاع الفينو. عندي المليحة، عندي واحد شوية تاع السكر، عندي الخميرة. صافي غادي نتعجن. بالنسبة للحشوة عندي واحد الفلفلة حمراء، واحد البصلة صغيرة، واحد الفلفلة صفراء، نعندكم خضراء تعملوها، عندي واحد شوية الفيرميسين، وعندي هنايا قزبر ومعدنوس، عندي واحد الخيزوة محكوكة، وعندي واحد الحكيك تاع الطون ديال المطيشة. لا يعني اللي يعجبكم يعني مطيشة ولا زيت، يعني اللي كانوا اللي متوفر ما نعقدوهاش على راسنا. كيفما كنقول لكم دائما عندي هنا واحد شويه هريسه، شويه الابزار، شويه التحميره، شويه الكامون، شويه خرقوم بلدي، يعني غير شويه شويه ما تكثروش. والمليحه من طبيعه الحال. غادي نجيب واحد المقله. كيفما شفتو ندير البصله وعندي الفلفله وغادي هكا يتشحروا ومنه غادي مع الزبيبة. عندي الزبيب، واحد الزبيبة زبدية، واحد شوية باش تشحر ليا هاد الزبيبة. من بعد ما غادا تشحر ليا هاد الفلفلة والبصلة، غادا نرجع معاكم ان شاء الله باش نكملو المقادير. المهم بقاو معايا، يعني بقاو حتى تكملو الفيديو ان شاء الله. مازال غنصايب واحد تحلية باردة بالفلو، كتجي زوينة وهي المعتمدة عندي. المهم انتوما معايا، يعني اي حاجة درتها غادا نشاركها معاكم. صافي كيف مشي، يعني من بعد ما بدات ديال الحشفة و العجينة هكا، صافي غادا نطلقها هكا ندلك العجينة. كتجي رطبة البنات، كنتمنى باش تجربوها. كنرش الفينو و كنخدم نحاولوا اننا نرقوها. نحاولوا جهه العجينه كبيره، نقسمها هكا على جوج. نرقوها باش ما تجيناش، باش يجينا داك المخيمير يجينا هكا رقيق وما يجيناش غليظ بزاف. صافي نحط القطعه اللي ما حطيتهاش. صافي جات هاد القطعه كيف ما شفتو، غادا نقطع.
شنو نعاود نطلقها صافي نجيب واحد وبغيت نسمعك نبر في هاد الخمير ندير غير يدي كاع نتأكد إلا جربتو غادي يعجبكم بطبيعة الحال لأنه كيجي زوين وكيجي هكا كيجي رطاب ومفشفش يعني فن كيجي غزال كنشكر ليكم فراسي صافي غنكمل هكا صافي هانتوما كما شفتو صافي كيف مشي يعني من بعد ما بدات ديال الكشفه و العجينه هكا صافي غادي نطلقها هكا في المدلك العجينه كتجي رطبه البنات كنتمنى باش تجربوها كنرش الفينو وكنخدم نحاولوا اننا نرقوها نحاولوا جهه العجينه كبيره نقسمها هكا على جوج نرقوها باش ما تجيناش باش يجينا داك الخيمير يجينا هكا رقيق وما يجيناش غليظ بزاف صافي نحط القطعة اللي ما حطيتهاش صافي جبت هاد القطعة كيف ما شفتو غادي نقطع غادي نعجنها ونعاود نطلقها صافي نجيب واحد وغادي نسمعها نبر في هاد الخمير ندير غير يدي كاع نتأكد إلا جربتو غادي يعجبكم بطبيعة الحال لأنه كيجي زوين وكيجي هكا كيجي رطاب ومفشفش يعني فن كيجي غزال كنشكر ليكم فراسي صافي غنكملها هكا
صافي انتوما كما شفتوا هانتوما نحاول انني نجمع هاكا وغادي نجمعو مزيان هكا باش ما تحلش لينا المخمر وما يكون طيب صافي باش ما نطولوش عليكم نكمل ونرجع معاكم ان شاء الله معاكم بدايتكم حيدة نجيب الفينو وغادا نصدي هكا نحاول انني نقادهم باش يجيوني مقادين صافي وبما ساليت غادا نشعل المقلة ونبدا نطيب ان شاء الله البنات انا ساليت في المشطو المقيمة ديولي دابا رديت المقلة تدخل وديت المقلة هكا تدخل وغادا نبدا نقرص هادوك لي صايت اللولين غير شوية غير هكا ونحاولو أننا نقادوهم صافي هانتوما غنكمل بنفس الكيفية ندهن المقلة بالزيت رشا هكاك بالزيت ونطيبهم ونرجع معكم ان شاء الله هانتوما هكا هما راهم حلولين دابا باقي كاع ما طابو كتحسي بان هذيك العجينه فيها الهواء هكا الداخل هو انا اللي قايتو صافي اليوم ما غاديش نقري الفوت ما جبتش الفوت جبت غير السردين غادي نديرو كفته صافي نقلي شويه تاع الفريت درت واحد شويه تقليه غير شويه يعني ماشي بزاف بقى لي الحلوه من البارح والبريوات البيتزا يعني غادي نصافي الحليله بقى لي من البارح ما غاديش نديرها حاول انني نوصل هاد المهمات يعني قبل من هاكا من قاد الميزة ديالي ونسالي حاول انني نسالي بكري نوصل المهمات ونقل الكوزينه باش تسهل عليا هاكا الخدمه وين بنات يعني نشطو انا طيبت المخمر ها هو كيفما شفتو هذا طيبتو غير نص طيبه غادي نديرو هكا في الفريغو يعني حتى نبغيو نجبدو هانتوما يعني ما طيبتوش طيبه كامله وعجنت غير هاد ثلاثه الخبيزات دابا غادي ندخلهم للفران صافي كيف ما شفتوا و كيف ما قلت لكم غادي نصايب السرديل صايبت السرديل وطحنته درت فيها كليقامه غادي نديرو غير كرص غادي نقليهم وهادو غادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي نديرهم هكا في الكونجيلاتور ندير غير السلوفان كيجي زوين البنات يعني غير جربو صافي خشبو وكانت بقات عندي واحد الجوار قاتل البارح ودرتها هكا غادي ندير
طبعا نكمل بهذه الكميه بحال هكا حتى نسيه. صافي ها هما مفتوح كتخرج كاين هي زوين هنا هادو هما اللي طيبت ها هما صافي البنات نسيت عمرت هاد جوج عمرت هاد البيتزات مابقاش لي سخر يجيب لي الطول غادي ندير غير هاد الحوت هذا كبايله في ديت البارح غادي ندير غير منها بغيت نعمر بها هكا شي حاجه غنشارك معاكم وانت غدا غدا ان شاء الله ندير لكم روتين من ورا الفطور صافي وندير الفرماج صافي كيف مشيت غادي ندير الفرماج المهم انا مكنتش معاهم غير غادي نعمرها حيدي اي سخونك يلا كي جبتو من الكونجيلاتور ولكن معديش هذا فرماج قوي ماشي من الضرورة صافي وغادي نجبد هاكا نحط البرايوات هاب حطي فوق المهم بنات يعني من بعد ما ساليت صيبت الطبيله ديالي هادي على هاد الشكل يعني الحريره كانت عندي من البارح يعني غير سخنتها هذا البطبوط اللي شاركت معكم كيجي زوين وكيجي يعني رطاب عجينته كتجي رطبه وفن هذا الخبيز اللي عجنت كيف ما شفتوا كيجي رطب ودرت عويصر صافي عمرت بريري تاع اتاي قليت شويه الفريت وهذاك السر ديالي يعني قليته ودرتو هكا براسي البيتزا اللي عمرت معكم صافي حطيت شباكيه حطيت بوشنيخه حطيت التمر والحريره سلقت شويه البيض جبت شويه البرايوات طيبتهم صافي الحلوه بقى عندي من البارح ما فتحتهاش لكم ما شفتوهاش هكا من الداخل كتجي زوينه ويعني غير جربوها ما غاديش تندموا صافي البنات هذا هو فطور تاع نهار اليوم كنتمنى يعني باش يعجبكم وعمرت بريري ديالي تاعي اللي ضروري ما كيخطاش الطبله